قلب الرياض بالحب يجمعنا يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا كم أخذ منك الرسمة هذه؟ تقريبا أسبوع إلى أسبوعين. هذه أيضا رسمتها بوتيل للسيد ولي العهد بطريقة بوب آرت. شو تقريبا ممكن توزعي لك عطري؟ البوب آرت هو عبارة عن فن يختص أكثر شيء بإبراز النور والظل. حتى لو تلاحظ أغلب الرسمات أركز فيها على النور والظل بشكل أوضح، لون أبيض، درجات الرمادي وهكذا. اللوحة الثانية للسيدي ولي سيدي الملك سلمان حفظه الله ووضعه مع الابن الأصغر من ولي العهد اللي هو الشاعر الواحد تركي بن سلمان. بس رسمتها بالطفولة، بس الله حبيت اني خلفها على شكل لوحة. سوري، تركي بن محمد بن سلمان، تركي بن سلمان الملقب بالشاعر الواحد. صحيح، الله يسلمك. هنا لوحتين بالملحن السهم صاحب السمو الملكي الامير احمد بن سلمان، مشروع السهم نفس الحكايه بطريقه الكبات، اللهم هنا باللون الاسود ودرجات الرمادي، ثانيه اختصت اكثر باللون هذه باللون الوان الزيت، رسمتها وقت الحجر وقت ما كان لانه ما كان متوفر في امامنا انه نطلع وخلينا نشتري حتى الالوان، فكان عندي مكتوب اللون الازرق وحبيت اني اخذها بهذا الشكل، استخدمتها لون الازرق. انت رسمت رسمتها في ذهنك وتبقي على اللوحه ولا هي تكون قدام الصوره معينه؟ احيانا على حسب الالهام ممكن اجيب نفس الصوره بس احط عليها شويه خيارات. طب تواجدك في فعاليه حقت الانترنت هنا، ايش الهدف منه؟ هل مثلا هو تشيع مثلا الصغار على انا منضمه من فعاليه مثلا مصر تطور مثلا؟ نعم مصر تطور. انت عندك يقول احد النماذج اللي تستخدمها برنامج مطلوب اللي تبع الحياه الوطنيه حقت الفعاليات، وهي تشجع الشباب على ابراز امكانياتهم سواء شاب او شابات. نعم، حتى لو كان شيء بسيط. حتى شيء بسيط، نعم. طيب هل في مردود؟ في مردود؟ وفقا للاشياء المباعة. لسه ما في شيء الان؟ لا لا،
هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا رياض الفن والابداع تخيلتي وصيتك شاع عبرتي في الخيال اقطاع رياض الفن شوف الحب والشعب روحب ايوه اللي سوي انا شخصية انا ممثل روحب ممثل روحب ممثل روحب ايه تأجي فعليات صور مع الناس و سوي اكشن يعني ايه اكشن حركات انت تيمت يعني طيب الاطفال هل يخاف منك ولا يحبوك يعني في حسب في بعض يخاف وعلا طب هذه ما تكون احد الشخصيات اللي في الالعاب موجودة هي لا انا مسويها ها انا مسويها انت مسويها بنفسك يعني ايوه شلون طيب سويت المكياج ولا مع التدريب ها مع التدريب والوقت يعني مع تجيب الوقت يعني تاخذ الوقت الديزاين تسويها وتركب الاشياء دي كلها تاخذ وقت طيب الصوره معك اي في بعض نخاف بعض لا كم اخذ لك المكياج يعني 10 دقائق ربع ساعه تقريبا طبعا تكون كل يوم متواجد في الفعاليه هذه كل يوم متواجد تكون مش بس صعبه كموظف انا صعبه ها انا موظف صعبه اني اجي كل يوم طيب في انا شفت اشكال ثانيه او ناس يمثلون شخصيات ثانيه ايوه بس رعب ما قلت ما في رعب انت الوحيد الرعب هنا ايوه ايوه طيب ليش اخترت الشخصيه هذه كاركتر هذا هو ده ما اسويه في اي فعلية رعب واحد مكياج او ماسك كل بس مثلا مثال في ماسك انا سويته هنا ايوه يلبس ذكر سوى دائما طيب ايش رايك بالفعاليه هذه بشكل عام فعاليات موسم الرياض والفعاليه هذه كانها مثلا تعطي فرصه للمواهب امثالك في انهم يبرزون يبدعون يعني والله فرصه حلوه فرصه يعني كبيره يعني الحمد لله انه جات الفرصه هذه ان الناس زي وغيري يعني يقدروا يبدعوا في الفعاليات هذه نعم يبرزوا امكانياتهم ومواهبهم يعني اي نعم مجال خاص بأي واحد عنده فكرة ممكن إيه فرصة ممتازة فرصة يعني طب في مردود مادي من ظهورك على الشخصية الحين ولا بس هي في مردود مادي أنت الحين تأخذ مثلا لا أنا جاي بنفسي كذا جاي بنفسي هنا بنفسك يعني طيب يعني ما طيب شلون أنت قدمت على المؤسسة المطلوب ولا كيف يعني قدمت بس ما كان يرد أيوه إيه أنا قدمت بس ما كان يرد كلمتهم قالوا لي اكتفينا ما في عدد كافي ايوه فما اتصل علي فجيت بنفسي طب سمحوا لك بالظهور كيف يعني الحين؟ كلمتهم كلمتهم في انستغرام قال عادي ممتاز يعني ما مسموح اي طالب اي شاب عنده موهبه ايوه شوفه يعني يبرزها يعني انت يعني هنا مو بحث عن الماده بحث عن ذاتك يعني ايوه ابى استمتع وامتع غيري ممتاز في ناس بيصوروا معاك والله كنت جاي صوري تفهم من الشخصية هذي؟ لا والله ليش أقول لكم رعب ولا شيء؟ ما لوفة بس ما ها؟ في فيلم لعبة أنت وين؟ أنت وين؟ أيوة حلوة والله والله والله